عليكم ورحمة الله. دي حباسة للخف أو منطقة للألعاب بتاعته، يقدر يقعد في المكان ده محجوز يلعب في داخله بالألعاب. ممكن ناخدها الحديقة لو احنا خارجين بره البيت، ممكن ناخدها معانا الحديقة. حجمها صغير وخفيفة جدا، بنفكها ديا وبعدين بتيجي بتفك بالشكل ده، وهي سهلة جدا جدا في الايه، سهلة في تركيبها جدا. تركب بالشكل ده خلاص. الطفل بقى له مكان يعيش فيه، يعني شوفوا كان صندوق صغير جدا بالشكل ده، صندوق حجمه كده بالشكل ده صغير كده، وبعدين بقى بالحجم الكبير ده بحيث تبقى منطقة ألعاب للطفل. طبعا في مدخل، في مدخل ليها يقدر الطفل يدخل داخلها يلعب زي ما هو عاوز باللعب بتاعته إلى آخره. والأطفال بيحبوا الخيمة ويحبوا يحسوا بالخصوصية. ادي الايه، ادي الجزء الايه الخاص او الكبير فيها كده، اتسبكت كده. لو عاوز ارجعها تاني ترجع بنفس الطريقه تاني اهي، بسم الله، تتعمل بالشكل ده وبعدين تتلم. سهل جدا جدا، تتلم تاني وترجع فين، وترجع في الكيس بتاعها. هي جميلة قوي، خفيفة يعني. والطفل اللي حركته كتيرة نقدر نحبسه فيها بحيث ان هو يقلل الحركة ويخلي للفسحة متعة او يخلي للبيت راحة يعني. ربنا يبارك في الاولاد جميعا ان شاء الله، جزاكم الله خيرا.